تحية طيبة. من الحالات التي نستقبلها دائما في قسم الطوارئ هي حالات الإغماء، أو ما تسمى باللغة الإنجليزية syncope أو collapse. هذه الحالات تمثل تحدي كبير في قسم الطوارئ، لأن أغلبها سيكون المريض بعد وصوله إلى الطوارئ سيكون متعافى من هذه الحالة. فهنالك نسبة حوالي 1 إلى 6% من الحالات الدخول إلى المستشفى هي كانت مصابة بالإغماء. هذه الحالات تصبح أكثر شيوعاً لدى الرجال بعمر من 70 فما فوق، ولدى النساء من عمر 80 فما فوق. الإغماء هو فقدان مؤقت للوعي يحدث بسبب انخفاض تدفق الدم المؤكسج إلى الدماغ. هنالك نسبة عالية من المرضى المصابين بالإغماء، وهي عبارة عن نسبة 40% منهم، يحتاجون لإجراء فحوصات طبية لمعرفة ما هو سبب الإغماء. 30% من المرضى الذين يعانون من الإغماء لديهم أكثر من نوبة واحدة، يعني يأتي إلى قسم الطوارئ يقول يقول بأنه المريض صارت عنده حالة إغماء سابقا، وهذه هي حالة جديدة. ولكل حالة إغماء هنالك سبب مختلف، ممكن أن يكون هنالك سبب مختلف ما بين حالة إلى أخرى. تشخيص سبب الإغماء يحصل في فقط 50% من الحالات، أي أن 50% الأخرى من الحالات التشخيص لا يعرف. عملنا في قسم الطوارئ لعلاج هذه الحالات هو معرفة الحالات الخطرة من غيرها، والتأكد من وجود التداخل والعلاج الملائمين عندما توجد الحاجة له لهؤلاء المرضى. أي بما معنى أننا يجب أن نفحص كل مريض حصلت عنده حالة إغماء مهما كانت أسباب هذه الحالة، لأن هنالك أسباب كثيرة قد تكون غير مشخصة، يجب علينا إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيصها. أسباب الإغماء متعددة. هنالك إغماء عصبي قلبي المنشأ، احنا نسميه بالإغماء الوعائي أو ما يسمى vasovagal syncopal attack. هذا يحصل بعد انخفاض مفاجئ في ضغط الدم يؤدي إلى إبطاء في سرعة القلب، وهذا يؤدي بدوره إلى قلة تروية الدماغ بالأكسجين بسبب قلة تروية الدماغ بالدم، وبالتالي هذه عادة من الحالات تعتبر حالات ليست بالخطيرة. هنالك أعراض مصاحبة لهذه الحالة، وغالبا ما يتعافى منها المريض، وحتى لو نسوي له مجموعة الفحوصات المطلوبة نرى بأن هذه الفحوصات كلها تكون طبيعية وما عنده أي مشكلة. السبب الآخر من حالات الإغماء هو إغماء بسبب انخفاض ضغط الدم. لما ينخفض ضغط الدم أسبابه كثيرة، مريض يأخذ علاج للضغط، وهذا العلاج علاج الضغط غير مرتب الجرعة مالته بصورة صحيحة، يحصل إغماء بسبب انخفاض ضغط الدم. أو ممكن أن يكون بسبب مثلا حالات الجفاف، يعني انخفاض نسبة تروية الجسم بالماء قد تؤدي هذه أيضا إلى حالات الإغماء، فأيضا تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وبالتالي تؤدي إلى حالات الإغماء. ولهذا هؤلاء المرضى الذين يعانون من قلة السوائل عندما يعطى لهم سوائل داخل قسم الطوارئ يتعافون تماما من هذه الحالة، وبالتالي بإمكانهم أن يرجعون لبيوتهم وما عندهم
أي مشكلة. هنالك حالة إغماء بسبب عدم انتظام ضربات القلب. ضربات القلب هي عبارة عن ضربات تناسقية ما بين الأذينين والبطينين. إذا اختلفت هذه الحركة التناسقية ستؤدي إلى قلة تروية الدماغ، وبالتالي راح تؤدي إلى ما يسمى بحالة الإغماء. إذن اضطرابات في القلب، في ضربات القلب أيضا تؤدي إلى الإغماء. إغماء بسبب الأمراض الهيكلية للقلب. هنالك بعض الأمراض الهيكلية التركيبية للقلب قد تؤدي إلى حالات الإغماء، مثلا فشل البطينين، مثلا عجز القلب، هنالك تضيق الشريان الأبهر، أيضا هنالك ما يسمى باعتلال العضلة القلبية. هذا أحد الأسباب التي تجعل المرضى يأتون إلى قسم الطوارئ بسبب الإغماء. هنالك حالات أخرى مثلا متلازمة بروغادا، هذه واحدة من الحالات اللي تصيب الشباب أو اللي هم في بداية عمر الشباب، تصيبهم عندما يكونون يلعبون مثلا رياضة، يصير عندهم حالات إغماء. هؤلاء يحتاجون إلى تخطيط القلب وإلى إجراء الفحوصات اللازمة التي ممكن أن تؤدي بالنتيجة إلى ما يسمى بمعرفة ما هي هذه الأسباب التي تؤدي إلى الإغماء. هنالك إغماء بسبب حالات متعلقة بالدماغ، مثلا الجلطة الدماغية، السكتة الدماغية، الصرع أيضا هو أحد الأسباب التي ممكن أن تكون سببا أو تكون تؤدي إلى الإغماء. عند انهيار أي مريض فإن هذا المريض يحتاج إلى رعاية طبية، لأن مستويات الوعي والتنفس ممكن أن تتأثر. يعني يكون واحد مغمى عليه، ممكن الوعي يتأثر وممكن التنفس أيضا راح يكون يتأثر، وبالتالي هاي الحالة تحتاج إلى أنه المريض يؤخذ إلى قسم الطوارئ، حتى لو المريض في طريقه إلى قسم الطوارئ استعاد وعيه، يجب أن يفحص من قبل الطبيب. ممكن أن يكون هنالك أسباب خطيرة أدت إلى انهيار هذا المريض، ولهذا يجب فحصه من قبل الطبيب، وأيضا يجب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي بإمكان أي مريض أن يأخذها في قسم الطوارئ من أجل تشخيص حالته. فإذا كانت حالته ما تحتاج إلى تداخل طبي، ممكن يروح يطلع للبيت، أو إذا كانت حالة المريض تحتاج إلى تداخل وفحوصات أخرى، ممكن أن يدخل المريض إلى المستشفى ولغرض تلقي العلاج. ما هي الخطوات المتبعة عند مشاهدتنا لشخص يفقد الوعي؟ هنالك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها للحفاظ على سلامة هذا المريض. إذا فقد شخص ما وعيه، فعلينا أولا طلب المساعدة، ثانيا طلب سيارة الإسعاف. هاي شغلتين مهمة. أول شغلتين مهمة يجب أن نعملها هو نطلب المساعدة مع طلب سيارة الإسعاف. إذا فقد شخص ما وعيه ولا توجد أي صعوبات في التنفس، فعلينا أن نضع هذا الشخص إلى الوضع الانتعاشي، أو ما يسمى بالريكوفري بوزيشن. هذا الريكوفري بوزيشن يساعد على أنه الشخص يبقى يتنفس تنفس طبيعي، ما عنده أي مشكلة بالتنفس، ويمنع حصول استنشاقات التقيؤ. قد يتقيأ هذا الشخص أو المريض، فإذا كان نايم أو مستلقي على ظهره، سيدخل قسم من القيء إلى الجهاز التنفسي، وبالتالي يصاب المريض بالاختناق. فعلينا أيضا في هذه الحالة أن نضع المريض في وضع الريكوفري بوزيشن أو وضع الانتعاش، لمنع حصول حالة الاختناق التي قد تحصل
بسبب التقيؤ. دائما تأكد من أن الاقتراب لأي مريض مصاب بحالة الإغماء هو اقتراب آمن. قد يكون سبب الإغماء هو مس كهربائي، فتأكد تماما بأن الاقتراب من هذا المريض هو اقتراب آمن جدا. وإذا كان هنالك أي شك بأن هنالك مس كهربائي أو حالة خطرة أو ما تعرف ما العمل في هذه الأمور، اطلب المساعدة لشخص من شخص آخر. دائما تبدأ بخطوات العملية هي كيفية إسعاف الشخص المصاب بالإغماء. الحالة أو الإغماء أو الخطوة الأولى فتح مجرى التنفس. فتح مجرى التنفس يتم بوضع إحدى اليدين على جبين المريض، وقم بإمالة رأسه إلى الخلف وبرفق. الخطوة الثانية هي فحص التنفس. افحص التنفس، هل المريض يتنفس أم ما يتنفس؟ الخطوة الثالثة هي وضع المريض في وضع الاسترداد أو الانتعاش أو وضع الانتعاش بعد ما تأكدنا من أن تنفسه موجود. أما الخطوة الرابعة يجب علينا أن نتأكد من أن هنالك لا توجد إصابات بالعمود الفقري، لأن وضع المريض بهذا بطريقة الاسترداد أو recovery position هو راح يكون عليه خطر. والخطوة الخامسة هي طلب المساعدة. هذه حالة الإغماء. الإغماء هي أن الشخص ما زال يتنفس. أما إذا كان الشخص ما يتنفس فهنالك خطوات لإجراء الإسعافات الأولية، الضغط على الصدر، التنفس الاصطناعي. هذه الخطوات نتحدث عنها في فيديو آخر، لكن الموضوع هو أنه في هذا الفيديو هو ما العمل عند وجود حالة أو وجود مريض مصاب بحالة الإغماء. وأكرر، كل مريض يصاب بحالة الإغماء مهما كانت هذه الحالة علينا أن نأخذ إلى قسم الطوارئ لفحصه، والقرار الأخير سيكون للطبيب الذي يقوم بفحص هذا المريض. شكرا جزيلا للمتابعة وتحياتي لكم جميعا.